طيب في عمر الشريف ومحمد صلاح وزاهي حواس، ايه المشترك بين الثلاثة ومجدي يعقوب؟ لا هو طبعا مجدي يعقوب يعني حبي ليه معروف داخل لندن، يعني مش معروف عالميا، لكن انتوا الثلاثة بس انتوا اصحاب. لكن انا ومين؟ عمر انا مجدي طبعا. برضه نفس لكن الحروف. المصريين اللي هم اتعرفوا في الشوارع فعلا طب نمرة واحد خلينا نقول محمد صلاح وعمر الشريف محمد وزاهي صلاح وعمر حواس، الشريف. العالمية للأسماء الثلاثة دول التلاتة دول طبعا يعني هم اللي ممكن ولا في الشارع مقتنعة؟ واحد يقابلك يصور معاكي، بس ما فيش حد تاني. وطبعا رئيس الجمهورية بيبقى هو طبعا فوقنا كلنا. انت شايف ان احنا كمصريين عندنا جهل بتاريخنا الفرعوني، لا وان بدأنا نتعلم. بدأنا يعني شوفي زمان لو انت تفتكري من مدة لما انا بعت الانسان الآلي والناس سهروا للصبح، فاكرة؟ فاكر. ده عملت وعي عند الناس. نمرة اتنين المومياوات لما مشت في الشوارع. نمرة ثلاثة لما عملنا طريق الكباش بدأ الناس يحسوا بعظمتهم بمصريتهم، وبدأ يهتموا بالآثار اهتمام غير عادي. يعني أنا شايف إن الناس بدأت تقرأ الأطفال. أنا بس نفسي إن إحنا نفكر في ورقة للانتماء في حضارتنا، نخلي الأطفال يعرفوا يكتبوا هيروغليفي، يكتبوا اسمهم بس. والرؤساء صح. نخلي الطلبة طالب الهندسة والطب في سنة أولى لازم ياخد كتاب يتقرر تاريخ مصر من الفراعنة لحد النهاردة، يا ريت يعرف الأفكار تاريخه. دي احنا عندنا تتعمل يا دكتور أطفالنا زاهي، من يا ريت الأفكار دي تتنفذ فعلا. الرؤساء بيجوا يختاروا حضرتك إن أنت اللي تكون معاهم، أوباما وديانا وناس كتير عشان هو مختاروا إن أكتر حضرتك اللي شخصية تكون موجود. مشهورة.